الرحمن الرحيم. إني عندي بنتي عمرها 39 يوما، ولديها غازات تؤلمها والإمساك بعض أشياء، وهو يرضع ولكن اصطناعي لأن الحليب الأم قليل. ما هو العلاج؟ بارك الله فيكم. طيب، العلاجات للبنت صغيرة اللي عندها 39 يوما، خصوصا إذا ما ترضع، عندنا المنقوع الانفيزيون من بذر، عندك بذر كتان أو أفضل بذر للغازات هو بذر اليانسون أو بذر الشمر. Donc pour les gaz intestinaux pour un bébé de 39 jours, on peut utiliser donc des graines comme la graine de lin ou la graine de fenouil ou la graine d'anis. هذا ثلاثة جيدة. مثلا الشمر أو اليانسون منقوع أو تيزان منقوع تساعد إن شاء الله، خصوصا إذا لم ترضع رضاعة طبيعية الحليب الأم. هو صعب شوية، يكون ممكن الحليب ممكن يضر لهذه البنت، لذلك لازم تأخذ مع الحليب تأخذ قليل من الشمر أو ينسون، جيد للغازات، ومع ذلك تدليك أو سي بو فير دي مساج سور لو فونتر، تدليك في البطن. Donc, on peut vous masser avec des huiles d'olive sur le ventre aussi. Il s'aide كذلك على البنت صغيرة حتى يقلل من الغازات، ويساعد كذلك على إخراج الفضلات. أكرمكم الله. كذلك donc la constipation, l'huile d'olive, زيت الزيتون. زيت زيتون جيد تدليكا، وتأخذ كذلك نصف ربع ملعقة زيت الزيتون، جيد إن شاء الله.